وليس لهم حجة أو شبهة إلا أنهم يقولون ما يمكن هذا، إن إذا صرنا رفاتا وعظاما من يحيي العظام وهي رميم، أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، إذا كنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، إلى غير ذلك. يستبعدون قدرة الله على أن يحيي العظام وهي رميم وأن يعيدها وهي تراب، إلى غير ذلك. ويقولون ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، تحدون الله، فيقولون إذا كان إننا بعث آباؤنا ماتوا أحيوهم ونحن ننظر، نحن ننظر إلى ذلك، ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. الله جل وعلا أخبر أنه لا يغير سنته سبحانه من أجل استعجال الكافرين، الله قضى بأنه لا يكون البعث إلا في وقته، إلا في وقته، فلا يعجله من أجل استعجال الكافرين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، لكن أكثر الناس لا يعلمون. الله قضى بأن البعث له ميعاد لا يتقدم ولا يتأخر، والله جل وعلا لا يستفزه أحد، لا يستفزه أحد، ولا يغير وعده وتوقيته سبحانه وتعالى من أجلهم. وكذلك يتحدون الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون متى قيام الساعة؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله. فقيام الساعة لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. ولما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا وأنت سواء لأننا لا نعلم هذا، لأن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم ما هي فائدتهم إذا عرفوا وقت قيام الساعة؟ ما لهم فائدة فيها؟ فائدتهم في الاستعداد والعمل، وأما متى تقوم الساعة هذا ليس لهم فيه فائدة، ولو كان لهم فيه فائدة لبينه الله لهم، لكن هذا من باب المكافرة والعناد. وإلا معلوم أنه لو جاءك أحد وقال إنه مقبل عليك عدو، إن لم تستعد للقائه والتحذر منه فسوف يقتلك ويأخذك، هل من الحكمة أنك تقول متى يبيجي هالعدو هذا؟ هذا ما هو من الحكمة ولا من العقل، الحكمة أنك تستعد، تكون على أهبة الاستعداد متى ما جاء، هذا هو. كذلك قيام الساعة حكمة أنك تستعد، أما وقت قيامه هذا ليس لك فيه مصلحة. أقريب أم بعيد؟ قل إن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. الرسول لا يعلم هذا ولا أحد من الخلق يعلم هذا إلا الله جل وعلا. الحكمة أخفاه عن جميع خلقه، لا يعلمه إلا هو. فلا يمكن أنهم يتحدون الله عز وجل أن يغير أحكامه من أجلهم. كذلك من شبههم أنهم يقولون هذه الأجسام صارت ترابا نخرة، إذا كنا عظاما نخرة فكيف تعود فيها الحياة بعد أن كانت نخرة ورميما، أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. استبعدون هذا، الله جل وعلا رد عليهم بردود، منها أن الذي بدأ خلقهم قادر على أن يعيدهم من باب أولى، الذي يقدر على البداية قادر على الإعادة
من باب أولى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. الله كل شيء عليه هين، لكن هذا من باب ضرب المثل للعقول، فالعقول تدري إن الإعادة أسهل من البداء. فلو يأتي شخص ويعمل جهاز مركب من مركب من أدوات، مسامير ومن أشياء هائلة ودقيقة، ثم بعد ذلك ينتقض هذا الجهاز، ينتقض ويتشتت ويتقطع كل أداة على حدة وكل مسمار على حدة، أليس الذي ركبه في الأول قادر على أنه يركبه بسرعة مرة ثانية؟ لأنه عرفه وعرف أمكنة الأدوات والمسامير. فالمهندس الذي ركبه في الأول سهل عليه أنه يعيده وينظمه من جديد. هذا من ناحية العقل، من ناحية العقل الذي بدأ الشيء قادر على إعادته من باب أولى. ولهذا قال: ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي أن الله خلقه من العدم. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالذي قادر على البداءة قادر على الإعادة من باب أولى، هذا في نظر العقول. وإلا فالله جل وعلا لا يعجزه شيء، لكن هذا من باب إفحام هؤلاء.